وصلنا إلى قاعدة القيارة. نصب الجسر يعد مشروع استراتيجي مهم جدا، أولا يأمن المناورة بين المحورين الشرقي والغربي، أيضا يساعد في جعل أكثر من خط إمداد للقطعات في المحور الغربي. النقطة الأخرى أيضا راح نشرع بإعادة إعمار قاعدة القيارة اللي دمرها داعش الإرهابي، ولذلك راح يسرعنا بتأمين المواد الأولية بإعادة إعمار القاعدة. القاعدة راح تكون هدف استراتيجي وحيوي مهم جدا وذات قيمة تعبوية في دعم عملية تحرير محافظة نينوى. هذه العمليات اللي بدأت جنوب الموصل هي جزء من عملية كبرى تستمر إلى نهاية هذا العام حتى يتم تحرير نينوى وكل شبر من أرض العراق المعطاء مغتصب لدى داعش الإرهابي. الآن العدو منهار، العدو أصبح غير قادر على مسك الأرض، العدو رجع إلى حرب العصابات وإلى أساليب القذرة باستهداف المواطنين المدنيين الأبرياء، ولذلك تم إعداد كل الخطط الكفيلة للحيلولة دون ذلك. الآن إحنا راح نستمر بعملياتنا وفق الصفحات ووفق التوقيتات حتى نكمل كل مراحل العمليات إن شاء الله. الآن تم إعداد الجيش والقوات الأمنية وفق أسس مهنية تم تجهيزها، تم تسليحها. خير ذلك عملياتنا في الأنبار، عملياتنا في صلاح الدين. الآن القطاعات تحرر، أكو قطاعات تمسك، القطاعات الأخرى يتم إعادة التنظيم، إعادة الإملاء، إعادة التسليح، إعادة التجهيز حتى تنطلق نحو الأهداف. الآن الخطط سليمة، التسليح، التجهيز، البناء وفق أسس مهنية وموضوعية، تجاوزنا الأخطاء السابقة إن شاء الله. حقيقة هذه الأمور وما يثير بالإعلام، إحنا الآن القوات الأمنية العراقية قادرة أن تضرب وأن تتقدم وأن تمشي، ولاحظتوها أنه في كل أنحاء العراق، فإن شاء الله راح تمشي القوات الأمنية العراقية بجهود حثيثة وتحرر كل الأرض إن شاء الله. القوات الأمنية العراقية، إحنا لسنا مع نزوح العوائل من مساكنها، واليوم كنا يعني في نقاش مع السيد رئيس أركان الجيش ومع معاون العمليات المشتركة في سبيل نسرع بعملية إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم. وأنا أكثر من مرة خاطبت يعني أهلنا في القيارة وفي المناطق الأخرى أنه يظلون في مناطقهم أفضل مما يروحون إلى معسكرات النزوح المكتظة والمختصة بكثير من الناس ويعانون بها الكثير. دائما نقول تواجد على الأرض ماكو عدا القوات الأمنية العراقية، أكو إسناد جوي، أكو استشارة بمجال التدريب والأمور اللوجستية، الخطط تنفيذ التطبيق عراقي بحت 100%. احنا نأمل بالمستقبل القريب إن شاء الله تكون لشرطة نينوى البصمة الواضحة واشتراكها الفعلي في عمليات تحرير نينوى إن شاء الله.